التوك توك، تلك المركبة الصغيرة بعجلاتها الثلاث، تحولت أثناء الاحتجاجات لتصبح سيارة إسعاف لنقل الجرحى بعدما فشلت سيارات الإسعاف في العديد من المواقف بالوصول إلى المصابين بالوقت المناسب أو بسبب رصاص القناصة الذي كان يطال المسعفين. على الجرحى والله، أي واحد يطيح هاي احنا نشيله، لا اكو إسعاف، إسعاف يعني يروح بعد ما يرجع، بعد ما يرجع ولا يروح يطقون أبو الإسعاف. وين هاي عشقنا على مود الجرحى نشيلها نوديها للمستشفى. صور الرمي ولا صور الرمي، وهاي بعد الرمي علينا واحنا طالعين سلمين، لا عدنا سلاح لا عدنا شيء. سائقو التوك توك الذين يكسبون عيشهم في العادة من خلال إيصال الأهالي داخل الأحياء السكنية أو نقلهم برفقة ما تسوقوه إلى منازلهم، دخلوا خط المواجهة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث اكتظت الشوارع بهم أثناء فرار المحتجين من الغاز المسيل للدموع، فيقومون بنقل المتظاهرين غير آبهين بإطلاق النار فوقهم أو لإيصال المحتجين إلى نقاط التجمعات. احنا نقلوا دول المتظاهرين خطية، وهسه هاي جاي يرمون عليهم بالرصاص، واحنا جاي نطب بنصهم، جيبهم ونجي ان شاء الله منصورين عليهم ان شاء الله. هؤلاء المتطوعون من ذوي الدخل المحدود عملوا بالمجان واثاروا بمساعده المتظاهرين مواقع التواصل الاجتماعي، فاكتظت بصورهم الصفحات ونقشت اسماءهم وتناقلت اخبارهم.